تمثل البيئة أحد المحددات الأساسية التي تتأسس عليها رهانات تجويد المدرسة العمومية. من هذا المنطلق نظم يوم بيئي بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجليميم، ساهم في إغناء مكتسبات الطلبة الأساتذة في مجال أجراءة الأنشطة البيئية. حافظ محضار وجمال الخصاصي. المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بقليميم يستعرض تجربته في مجال تكريس البعد البيئي بالوسط المدرسية من خلال أنشطة هذا اليوم البيئي الذي يرتكز على تلقين المتدربات والمتدربين أسس تعزيز حضور البعد البيئي بهذا الوسط. عروض وأنشطة وفعاليات اشتمل عليها برنامج هذا اليوم. الأهداف ديال هذا النشاط أننا ننمي القيم البيئية لدى المتدربين والمتدربات باش أنهم في حياتهم المهنية يحاولوا على أنهم يمرروا هذه القيم البيئية للمتعلمين والتلاميذ داخل المؤسسات التعليمية. استفدنا من مجموعة من الورشات اللي من خلالها اكتسبنا مجموعة من الكفايات ومجموعة من المهارات اللي إن شاء الله نعملوا إن شاء الله على تنزيلها في الميدان مع المتعلمين ان شاء الله، اللي من خلالها غادي نساهموا في تخليق الحياة المدرسية. تنظيم هذه الأنشطة البيئية تتزامن والمشاورات الوطنية حول تجويد المدرسة العمومية هي مناسبة لأطر ومتدربي هذا المركز لتقديم تصورات إجرائية في هذا الصدد تستحضر الأبعاد البيئية. إلى لاحظتم كذلك أن هذا النشاط يتزامن مع المشاورات الوطنية حول إصلاح المنظومة التعليمية، وبالتالي نحن كذلك عدنا كمراكز الجهوية للمهن التربية والتكوين عدنا تصورات حول هذا الإصلاح. أنشطة وعروض تساهم في إغناء رصيد ومكتسبات هؤلاء الأطر التربوية، ما يساهم في تكريس البعد البيئي في الوسط المدرسي من خلال تدبيرهم لفصولهم الدراسية. وينضم إلينا مباشرة من قليميم السيد عبد الجليل شوقي مدير المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين. إذن سيدي، في ظل المشاورات الوطنية حول تجويد المدرسة العمومية، ما الإضافة التي تقدمها الأنشطة البيئية بالوسط المدرسي وأثرها على تكوينات الأطر المتدربة؟ شكرا لكم أستاذة حريمة على هذه أستاذة لطيفة على هذه الاستضافة. فيما يخص اليوم، يستضيف أو ينظم مركز جهوي لمهن التربية والتكوين يوما بيئيا في إطار سياق مهني يندرج ضمن إرساء الكفايات المهنية لدى المتدربات والمتدربين، سواء منهم أطر الدعم أو أطر الأساتذة المتدربين، بغرض تدريبهم على تنظيم أنشطة الحياة المدرسية، ولا سيما ما يتعلق بالاحتفال بالأيام العالمية. واليوم كما تعرفون اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف اليوم 5 يونيو، نحن كذلك ننخرط في الإسهام في الاحتفال بهذا اليوم. ضيف إلى ذلك أننا نسعى من خلال ترسيخ الهوية المهنية لدى المتدربات والمتدربين المرتبطة بكفاياتهم المهنية التي إن شاء الله سوف يقومون بإبرازها بعد تعيينهم في مؤسساتهم التعليمية في السنة المقبلة حينما يلتحقون بالمؤسسات التعليمية. كما تعرفون على أن الوزارة الوصية أطلقت المشاورات أو الاستشارة الوطنية حول مدرسة ذات جودة للجميع في 12 و 82 إقليم. غدا إن شاء الله سوف تكون الاستشارات بقليميم، ونحن من خلال هذا اليوم البيئي نؤكد أن المدرسة الجيدة أو المدرسة ذات الجودة هي التي تستحضر بالدرجة الأولى استراتيجية المملكة المغربية في حماية البيئة وكذلك في التنمية المستدامة، طبعا الحال من خلال أجراءات الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة 2010، والذي دعا صاحب جلالة حفظه الله في خطابه سنة 2010 إلى إيجاد كل الاستراتيجيات من أجل تنزيل هذا الميثاق. ونعتبر نحن بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين جهة قليميم وواد النون أن المدرسة أو المؤسسة التعليمية بصفة عامة هي المشتل الأول من أجل استنبات هكذا مهارات لدى المتعلمات والمتعلمين، لا سيما المهارات المرتبطة بالقرن 21 أو مهارات الألفية الثالثة التي تجعل من المتعلم منخرط في محيطه ومسهم في بناء محيطه، وكذلك
منسجم مع المحيط الذي يمر به. بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسة التعليمية لابد أن تستحضر هذه الالتقائية بين المخططات القطاعية المتعلقة سواء بالبيئة أو بالتنمية المستدامة أو بالطاقات المتجددة، أن يكون المؤسسة التعليمية هي البوابة التي من خلالها نرسي ثقافة الحفاظ على البيئة وثقافة كذلك الاستدماج التنمية المستدامة. كذلك كما تعرفون أن جهاد قلميم وأدنون من الجهات الرائدة والواعدة كذلك فيما يتعلق بالتنمية المستدامة، بالنظر إلى حجم المشاريع التي الآن هي في طور الإرساء بهذه الجهة. فلا يعقل أن تكون لدينا مدرسة متخلفة عن محيطها، بل لابد أن تكون لدينا مدرسة تحيي هذه القيم لكي تكون في انسجام تام، وكذلك أن تساعد هذه المشاريع الكبرى أن يتم إرساءها بكل احترافية وبكل مهنية، وحتى نعيد الجيل الذي يفهم هذه المشاريع وينسجم معها. وكذلك هذه التوضيحات السيد عبد الجليل شكري مدير المركز الجهوي لمهني التربية وتكوين بقليميم، شكرا على كل هذه المعطيات.